انا كنت اسرع سترايكر في مصر، يعني قطع في العضله الاماميه والموضوع خلص على كده. كان نفسي ابقى حسام حسن. ترجع تاني للخطيب وهوبا داخل جبل عبد الحميد وهوبا. سافرت شويه كده الخالي في كاليفورنيا، خالي محي، قعدت عنده بقى والاخر، وابتديت العب كوره في فرقه اسمها سان خوزيه. يعني انا كنت اسرع سترايكر في مصر. اه والله، تقدر تسال من ورايا، اسال حازم امام واسال احمد عبد الله واسال اللعيبه دي كلها، انا كنت اسرع راس حربه في مصر. لو كنت كملت في الكوره كان نفسي ابقى حسام حسن، لان حسام حسن شخصيه فايتر يعني. كره عرضيه هو ما كانش هيكمل، لان انا اتكسرت. يعني انا اتكسرت قبل ما اروح، قبل ما ارجع تاني للزمالك اتكسرت قبليها بثلاث ايام، يعني قطع في العضله الاماميه والموضوع خلص على كده. ربنا اراد بقى اني اركز في حاجه.